هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نخص. السلام والمحبة لقلوبكم الطيبة وأسعد الله أوقاتكم جميعا، ما عدا دولة الناس اللي نهبوا دولة اليمنيين ومرتبات الناس وقطعوا أرزاق العباد وخربوا البلاد على أصوات الزوامل. ما نبالي ما نبالي، والشعب يقول شليتوا اللي وراي واللي قبالي. خلونا نشوف إيش قالوا وإيش عجائب زمان الكتن ومسيرة القرنبة. حكومة حزيز تطلب من الأمم المتحدة الضغط على الحكومة الشرعية بتسليم الرواتب. الحطب والماء عليا ما عليش إلا تنقلبي. حد منكم لقب حياته انقلاب دين ولا السلف ولا نهاية الأسبوع ولا نهاية الشهر إلا مع دول العاجزين؟ يا أمم المتحدة سيبكم من الضغط والضغاطة واعملوا جسر قوي لإمدادات حياة عاقلة للحوثة. تم المخزون الحياة والخجل وعايشين كذا بلبوص عراقيب بطارب وبوه مدرعة. نشوف ايش قالوا كمان. مختل المدرب الوطني في لعبة الكونفو كابتن طلال الشرعبي بعد ايام من مقتل لاعب المنتخب الوطني الناشئ لكرة القدم ايمن دحروق. ايش ده يا وزير رياضة الجراف؟ ووه حسن زيط، انتقل الرياضيين في عهدك للجنة طوالي. فك الخيط قليل وسمعنا صوتك، قعقم للرياضيين واحد بعد الثاني وانت رايح تعلن الحديدة عاصمة الرياضة. ايش القصة؟ بزعلوك. حسبكم الله وامركم لله. صحفيين اعتقلتوهم وسممتوهم، مدرسين قوعتوهم واهنتوهم، تجار نهبتوهم وقمركتو امورهم، رياضيين دغدغتوهم. فاكرين قصة الأمن والأمان في سعطاء؟ فاكر يا أبو خيدي؟ فاكر يا وسيم؟ نحن ما نسيناش. خبرة ثانية ودي المرة من بيت أبو عفشفش. العميد أركان حرب الخريط والبريد تعرض لإصابة في جبهة المخا. وجبهة المخا حقكم هذه أصابتها مباشرة كذا من الجبهة للطيبين مثل هذا. أصيب ببواسير بالستية عورت جبهة المخا لما سقطت، بس الحمد لله الحمد لله أصل الصواريخ كلهم. والعم أبو عفشفش بنفسه جاي يطمن على منصة الإطلاق. لا يستحوش يضحكوا على الهبل، وجوههم والمنصات حقهم سواء. يلا قدر ولطف، الحمد لله على سلامة المنصة يا طروق، الحمد لله على سلامته. وانتبهنا مرة ثانية من الشضايا حق الفيسبوك وتويتر والصامتون. ونشوف ايش قالوا كمان. الله الله الله، وقف 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 يا مخرج، هذا خبر ظريف جدا. يقول لك نعم جامعة إيب قبل أيام دعت الناس للاحتفال بيوم الشجرة. الشجرة ولا المشجر؟ طيب ايش رايكم تحتفلوا بيوم الخزنة؟ بالمرة تكون عيد حلو، الخزنة اللي لهطوها مع أصحاب رب الجهادي من الجامعة، وسيب الشجرة لحاله ما يسقيها الله. وآخر شيء منح دراسية إلى كندا يتقاسمها عيال مسؤول الشرعية والميليشيا بالتساوي. الله الله الله، هو هذا الحل السياسي ولا بلاش؟ وبالتساوي اسم باسم، اسم الله عليكم يا بنابل. الله الله، اسم الله عليكم. بالحفتور وبالباغر بالمرة اتفقوا. طيب ابن المواطن البسيط كيف يقعبه؟ أمنوا له مدرستين وتنتين رواد زي الناس، أبوها كندا لكم.
هو أغبر على الحوتة. وصل حقكم الغبار لما هنا. طبعا غير الجبهات وقراح الرؤوس وتعبية الصناطير، نبع لهم من هناك نخاط فارسي مسح بكرامتهم الشوارع. مكنونا 50 سنة وهم يقولوا ولنا إخوة كرام بفارس. وطلع في الأخير ما معهم الذي مريم فارس. شوفوا إيش الحوثيين عند أحد أهم قيادات الحرس الثوري الإيراني سليمان قاسمي. چی باور میکرد که تنگه بابل مندب دومین تنگه استراتژیک جهان دست شیعیان بیفته؟ اصلا متصور بود داره شما شیعیان یه وجبی یمنی اینها مثلا با یه دونه خنجر به خودشون بستن یه دونه لونج شیعیان کارتون خواب من اسمش رو میزن کارتون خواب من اسمش کارتون خواب کارتون خواب کارتون خواب من کارتون خواب کارتون خواب هم دولا اخواتون کرام بفارس اللي بعتوا بلادكم ودينكم وشرفكم وأمتكم عشانهم، لا أنتم وقعتم شيعة ولا بقيتوا يمنيين يا كاردون خوب. ما عاد وقعتم إلا عيال شوارع مصر، طلعت من كاردون خوب يا عبد الملك الحوثي ابن شوارع، وعامل لي على أصحابك الشعب اليمني وحقك الميليشيا سيد يا كاردون خوب. وتزعلوا مننا لما نقوم متبردقين وشخوات وانقلابيين. وكارتون خب على قلوبكم زي العسل شيعة شوارع. لو سمعنا انه حوثي واحد في بنخوة وكذا وعلى موقف من هذه الإهانة العلنية، كنا بنقول ولا يهمك نحن معك ضد الفارسي، إنما مستمتعين بالإهانة أكثر من الشوارع. إيش نسوي لكم؟ كمل يا قاسمي، كمل يا قاسمي، خذك اخبار ما لهم الا الكارتون خواب. شو بيصيرهم؟ بيصيروا مثل لبنانيا همشين چیزم نیستن. نه تمکن آنچنانی دارن، نه خوش قد و قواره و با اروپایی هم مثلا هرگیل بزنن. کارتون خواب، شیعیان کارتون خواب در تنگه لیسو جمیلی. خیر یا حق، على ايش كنت ناوي لو كان في واحد منهم جميل وحسين؟ طيب ولا اي كرتون خاب من اللي في الشارع عاقبك؟ ده مش جميل. طيب ده، طيب هذا، لا هذا معفن من صفر. ولا واحد يا مفتري عاقبك؟ هاتوا له الوسيم، هاتوا له الوسيم. اوه نسيت انه استقال للعمل من الخارج، خيرة الله. كده ما عاد فيش إلا آخر خيار استراتيجي، قنبلة الموسم يا جماعة، الفتنة الذي لا تقاوم، هاتوا يمكن يقتنع قاسمي. يا قلبي يا دحداح بذمتك يا فارسي، حتى فارس ده مش كيوت عندك. المهم حال الحوثة مع إيران زي ما قال هتلر أو مش عارف مين اللي قال الكلمتين، إن أحقن الناس عندهم من ساعدوا على احتلال بلدانهم. وعادوا يجي لك حمار زي هذا مكور ويتكارع كذب وهو عارف انه ما فيش حد مصدق له. شرائعكم ايران، تدخل ايران باليمن، لا وجود لايران، ناكدها للعالم، لا وجود لايران، ما تتدخل. بلا يا خب الخاب، بلا يا خب الخاب، اذا كان الحوثي عند الايراني كارتون خاب. كارتون خاب. فعادك انت خب الخاب. يعني لحظة أدور لك في القاموس. حب الخاب، خب الخاب، خب الخاب، خب الخاب، خب الخاب، خب الخاب. ما ينفعش بالصغير، أنت يشيلك الكبير، يشيلك الكبير. خب الخاب، خب الخاب، شيعة متبردقين، متبطلين، متبطلين. أنت طلعت خب الخاب. يعني انت خدام القرافي، يعني عيال الشوارع اعلى مرتبه منك انت واصحابك. هيرقد لك من القنبعه باقي دورك بعد الفاصل، بس خلي قاسمي يلقمك ببياده حرس ثوري. فهمه يا قاسمي ايش القصه. من اگه جای نظام جمهوری اسلامی بودم، مگر چه که خوبه برای ردگم کنی که بگن که آقا اصلا کی بود من نبودم، دستم بود، به ما چه، یه سری یمنی زدن یه جایی گرفتن، به ما چه، حوثی‌ها، ما نیستیم. ولی کی نمیدونه
وقتی تو مجروحش داری بیمارستان بقیت الله داری چی میکنی؟ سعید قاسمی هم داره باشین عکس سلفی میگیره میبردشون این برون بر دارن سخنرانی میکنن. ببخشی شما یمن الى هنا یکفی عیال الشوارع مادری کارتون خواب. والله يا جماعة إنه أنا مع اللي قالوا نفسنا نتضامن مع الحوثة، بس ما خلوش مجال حتى وهم يهتانوا. مثلاً تضامن الناس كلها مع الإصلاحيين لما قال المخلوع أقتلوهم وعملوا هاشتاج أنا إصلاحي ومشيت الأمور. بس لما حد يحب يتضامن مع الحوثة ضد إهانة قاسمي لهم إيش يقول؟ يقول أنا كارتون خاب على الشوارع. صعب صعب لدى يستاهلوا راضي لنفسه رابح. فاصل ونشوف الحاصل. حيا ابوكم ومرحب. المخلوع هذه الايام صحته على العال بس عقله خفقل، يمكنها قنبعة من قاعة لقاعة، ينشف هنا ويزومل هناك ويتسافى هنا، أتعبهم قصقصة مونتاج، فرحت قلبه يا رئيس، كل يوم أنت ببلاد وهو قاعتين عراس، قدو حافظهم مدكة مدكة، ومدفل مدفل، ولما يقع زحمة يحول، أغرب يا أبو عفشفاش، هات. وعدوانا قدر بكل ما في الكلمة من معنى. أوجهها لدول العدوان في المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية، 2 إسرائيل، 3 بريطانيا، 4 هؤلاء العريضة. شكلي سمعت حاجة غلط. هؤلاء الإيش؟ هؤلاء العريضة، هؤلاء العريضة الذي يعتدوا على شعب الأصيل. قالوا لي أخلاقك الواطية ظهرت ما صدقت. إخس إخس ما يحتاج أعلق لما هم عريبة. أنت إيش؟ هيا اسكت اسكت قغرت أم السمرة. ما ليه تعبنا لغبنا ونحن نقول لعياله لفوه البرتقال فوق 70 يربيش يكفي بهدلة وتناقض. في نفس الخطاب هنا اسمعوا إيش يقول للعريبة واللي دعسوه. عريبة صميلهم قوي. نحن أبلغناكم ووجهنا لكم خطاب، نحن على استعداد أن نمتأجينا للسلام. وبعد 5 دقائق بس شوفوا السلام اللي يوجه به لأهالي تعز لليمنيين. ولكن هناك رجال، هناك رجال وشخصيات بالقناصات. دقهم دقهم بالميتين، دقوهم بكل انواع الاسلحه، احرقوهم، لقوا لهم درس. بالقناصات بالMTF. ايش الMTF هذا؟ دقوهم واحرقوهم واللي جنبك يصفقوا. طيب خلوا المنصه حق طارق اول حاجه تتشاكل قليل. تطلب 10 مليار دولار تعيد البناء في اليمن، من انت؟ ما لك اي شرعيه. أحيانا الصباح هي دي كل الحكاية من البداية، مقهور ومفحور وفحرر على الفلوس وعلى إعادة إعمار اليمن. قال لك من أنت؟ قلنا لكم لفوه خلاص خلاص لفوه، قلت حقكم خراف، مو يقول لك عقلك تشتري فلوس إعادة الإعمار. لا 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 لا، شوف أنت تختار حاجة بالثنتين، يا فلوس العريبة يا صميلهم. أما الفلوس والصميل نقاش صعب يا خط الخاف، صعب يا عكفي. وجنات منفوخة والبدلات الجميلة من وين أيها الصعالي؟ من وين هذا؟ ردوا علي أيها الصعالي. الله يشلكم، ملان القاعة ولا حد بيدله. إيش ده؟ من فين البدلات الجميلة؟ قولوا له صعاليك ولا منكم فايدة. ما بقول لك، ما بقول لك يا ابو عفشفش من فين. سيبك من دولة حقك الهراثية، دولة ما يودوك الا عند الشلحات والشراشف. عندي لك بدلان من هنا والله اني من هنا، لايقة عليك موت ولها تنتظر لك من 2011. ها شوف
مع حلاها برتقالي اورانج مدلعه تليع مقهور مفحور من ربربات عمنا يا قاهرهم انت يا قاهرهم ربرب فتيت الطراقم انا ربرب وتمشى وسافر من دوله لا دوله وافحره وافحره واقلب معاشيق رجل فوق ريق وبال البحر آه يا رئيس آه وهو مسكين من قاعه للثانيه يتسافى هنا ويتزروط هنا يعفس نفس الموال انزلوا الميدان انزلوا فارس لفارس فارس لحظة ندق لفارس ندق لفارس ألو فارس نعم العكفي حقكم قال تنزلوا للميدان وذكرك بالاسم وقال فارس ها الله الله شوف الله الله لا تحرقوه ايه ما نفسك انت فين طيب باب اللغة طيب باب اللغة يا أبا فشفش يا أبا فشفش مباشرة وعلى الهواء أحب أبلغك إنه فارس زي طارق فرحت له المنصة ويقول لك قد الطواعش بمفرق أرحب يا أبا منصتك يا زعيم وعدلتوا شفتوا الشيء اليسير من الطواعش هذا شيء يسير 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 من الضربات الصاروخية لا زالت الصواريخ طويلة المدى لن تستخدم طويلة المدى لن تستخدم طويلة السبلة طويلة الذيل طويلة الأذون أما طويلة المدى قد تم الناس قد عمك الشغواء عفونا الكرتون خب الكبير وصل عند الولاعات وانت عاد قايت هنجم بطويلة الخريط يا خاب الخاب اضحك لك على البقاء حقا قال لك شيء يسير يسير ولا يطير حيرتونا اتفقوا هيا وش يا كم من كرتون خاب هيا ولا نعم